دائما مع الموضوع الحدث، أين نوه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بالجهود التي بذلتها الجزائر والإمكانيات التي سخرتها من أجل إنجاح القمة العربية، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرعايته السامية لهذا الموعد. عقد أول قمة عربية لا ورقية، بمعنى أنه إذا حضراتكم اطلعتم في أو نظرتم في القاعة ستجدوا أن الشاشات موجودة أمام السادة المندوبين وموجودة على يمين ويسار القاعة، ولا توجد الكتيبات والكتب والملخصات والأوراق تلال الأوراق التي كانت دائما موجودة. باستجابة كريمة من دولة الجزائر على توفير الإمكانيات التي مكنتنا من إجراء هذه القمة بهذا الشكل التكنولوجي العصري الحديث الذي يساعد أيضا إن شاء الله في نقل الجامعة العربية إلى مصاف المنظمات التي تتعامل بهذا المستوى العالي والعصري لخدمة قضايا العرب وقضايا الدول الأعضاء.